واش غتصوت في الانتخابات المقبله ولا ما غتصوت؟ لا ما غاديش نصوت، انا مقاطع في هذه الساعه هذه. علاش ما غتصوتش وعلاش مقاطع كاع؟ تنشوفوا شي واحد اللي يكون غادي يعطينا واحد البرنامج اللي وصلنا به حنا الشباب وغادي نقدروا نصوتوا حتى حنايا ونقدروا، فهمت؟ لقاش كنشوفوا حنايا هذه 5 سنين و5 سنين و10 سنين و15 عام مازال ما كاين والو، انا في عمري 30 سنه شاب ضائع في هذه البلاد، فهمت اخويا؟ وبالنسبه لهاد يعني بزاف الاحزاب هذا العام هذا كنشوفوا انهم عاملين برامج شبابيه. وانا كنشوف برامج شبابيه، ولكن احنا بكثر التخوفات اللي عندنا في القلب ما يعني الانسان صوتنا وصوتنا، فهمت؟ وما شفنا والو، يعني صافي خليها مقاطعون، يعني كما نقولوا موراها ان شاء الله الا شتنا يعني داكشي اللي كيحطوه لك يعني غادي يديروه بصح، يعني تقدر تمشي تصوت انت. يعني دابا تينا كتسنى من الاحزاب انهم يرجعوا الثقه ديالك عادك تقدر تمشي تصوت. يرجعوا الثقه ديال الشعب كامل ماشي غير ديالي، يعني انا كنهضر على راسي، ولكن معظم الناس اللي غادي تمشي تسقسيهم معظم الشباب، اما الناس الكبار واش غادي نقول لك؟ انا كنهضر لك بالنسبه ليا كشاب، فهمت؟ يعني معظمنا غادي يقول لك انا ما نصوتش، والتالي فينا اللي تهضر معاه شاب غادي يقول لك ما غاديش. يعني حتى يشوفوا البرامج الانتخابيه اللي كيقولوا تطبق في ارض الواقع عادك انك انك تثيق وتصوت مره اللي باقي. شتي علاش انا شفت شي صوالح يعني شفتهم في حياتي، يعني مازالني شاب وشفت شي صوالح اللي يعني يخليوك ما ديرش الثقه، فهمت؟ وهادشي اللي كاين. الرساله ديالك للمرشحين ولا الرساله ديالي للمرشحين؟ يعني ما تخليوناش حنا نثيقوا فيكم وانتم ديروا ما عليكم، لقاش حنايا رحنا شباب الغد وغادي يجيو مورانا ولادنا، نتوما اللي راكم تبنيو لنا المستقبل ديالنا وديال ولادنا، الا ما عاونتوناش رحنا ضايعين. هذا من غتصوت الانسان اللي كتصوت عليه ما فيه ينفع، اللي كتصوت عليه ما فيه ينفع، حتى شي واحد ما عملنا شي حاجه اللي هي كتخلينا يدعمنا باش نتصوتوا على هادشي. هادشي اللي كاين اخو، انتخبوا عليهم ماشي ما انتخبوش عليهم، ولكن خصنا نشوفوا شي حاجه من عندهم. وكل عام كنتخبوا كل عام كنتخبوا ما كنشوفوا والو، كيجيو يقولوا لنا ويدعمونا وكذا. لا يا اخي كل عام كنجيو نتخبوا على الناس وهذيك، واي كل عام كنتخبوا ما عمرنا شفنا شي. شحال من مره صوتي تقريبا؟ ما عمري في حياتي تذكرت، ما عمري عملتها، اقسم بالله وربي شهاد لك كنهضر معك صدقه ود الناس، والله الخوا ديالي قسما بالله وربي شهاد. كتشوف انتخابات امانه والانسان كتنتخب عليه، ومني ساعات انتخابات كيدخل معك في وجهه في شي شكل، وملي كتنتخب عليه ما كدركش حتى تشوفو، ما كدركش حتى تشوفو حتى في الحومه، كتبغي تشكي وتبغي تعاد شي حاجه شي ارض شي طريق مردومه شي حاجه فنوة وغاوت كيما بغيتي تغاوت. والعام اللي مازال عاوتاني عاو كيشري بالفلوس ديك الشيء هذا باش كيولي هو، فهمتي؟ شي زعما ما قلتش شي زعما هذا العام تصوت على الله يطلعوا شي ناس اللي يستحقوا؟ على الله ما كرهناش يا با ديالك، ما كرهناش. واللي اللي كيدخل في شي حاجه اللي كيدخلوا مع شي فلوس شي حاجه كيتغير بيبي كيتغير، ما كيبقاش بالطبيعه ديالو هو هو. ما كرهناش. الرساله ديالك اذا المنتخب اللي غيطلعوا هذا العام هذا ان شاء الله؟ ما كرهناش والله، ما كرهنا بالله. ولكن شنو تقدر تقول لهم؟ يهديهم الله سبحانه وتعالى ويخدموا من النيه ديالهم معنا، الفلوس كيمشيو ويجيو، الدنيا ما كتبقاش، الانسان ما يغفلش ما يكونش مغفل. ما كرهناش الانسان تصاحبوا عليه ويبين لنا شي حاجه اللي هي مزيانه اللي غنشوفوها حنا بيدنا فيما كل عام فيما يجي ينتخب نصاحبوا غير عليه، فهمتيني؟ وهادشي ما كان اخا العزيز ديالك. لا ان شاء الله ما عوالش تصوت. علاش ما تصوتش؟ حيت اخويا ما شايفش بحال دابا شي اوضاع اللي كتستاهل بلاد بيصوت على شي واحد الصراحه. هذا الراي ديالي. وسبق لك صوتي شي عام ولا عمرك صوتي؟ صوت في 2014 اول تصويته واخر تصويت. على الزعم صافي من تما والاوضاع الصراحه غير كتكفس، ما كتشوفش شي بحال دابا شي تحسنات او شي حاجه اللي تخليك تبقى ديما مستمر كتصوت. خاوي ديالي غنسقسيك واش غتصوت ولا ما غتصوتش؟ مرحبا. الصراحه ما صوتش. علاش؟ ما صوتنا في 2014 وندمنا، صوت على هذا الحزب دابا اللي راه فيه رئيس الحكومه ديالنا السي العثماني وندمت. علاش ندمت؟ الانتخابي ديال 2014 كنا كنشوفوا داك الشيء العجب، دابا ما كاين حتى حاجه على ارض الواقع، انت كتشوف شنو دارنا هذا السي العثماني لحد الان ما كاين حتى حاجه، ما كاين والو، علاش غنصوت عليه عاوتاني دابا؟ ما نصوتش عليه، علاش نصوت؟ علاش نعطي الصوت ديالي انا وعارفه ما غيدير حتى حاجه؟ كذوب 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 كذوب. ولفنا و 2021 هذه كلشي تفضح، انترنت فضحات كلشي، انت كتشوف غير دابا كيقول كورونا شد مع التسعود، كاينه دابا سير شوف دابا الحمله الانتخابيه فيها الالاف الالاف عباد الله، لا كمامه لا تباعد لا حتى حاجه، فين هو داك الشيء؟
ما غنصوتش ما نعطيش الصوت ديالي، هذه هي الهضره ديالي. لا ما نصوتش يا مرضي يا اخي. علاش ما تصوتش؟ ما كيعملونا والو هاد الناس هادو اخي، قتلونا نعدلوكم نعملوكم حتى سبيطارات، ما كاين حتى شي حاجه اخي، عياو حتى شي حاجه، ما حنين معاهم معذبين معاهم. شحال من مره صوت؟ حياتي كامله مره واحده. حياتك كامله تصوتي مره؟ مره واحده. وهاديك ومشيت كتعرف غير بقاو كيتكيو عليا، مشي عندنا هكذا هكذا، ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. صح ملي مشيتي صوتي؟ صوت مشيت فحالي تقول صوتوا عليا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.